أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، وهديتنا لمعالم دينك الذي ارتضيته لنفسك، الذي بنيته على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت الله الحرام. برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد على ما يسرته من صيام رمضان وقيامه. اللهم لك الحمد على ما يسرته من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وأهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وعلى القيام نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع به عنا النقم. برحمتك يا أرحم الراحمين.
العالمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين ولثوابه حائزين ولك في جميع شهورنا ذاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ما قسمت لنا في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة فاجعلنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وداء وفتنة فاصرفوا عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك واجعل مآلنا إلى جناتك وأعذنا من عقوبتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن السخط إلى الرضا ومن الفقر إلى الغنى ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن البدعة إلى السنة برحمتك يا أرحم الراحمين.